السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله مع بعض هنبتدي المحاضرة الاولى في نظرية المدويات، وهنتعرف فيها على مقدمة بسيطة بتقول لي ان تستخدم نظرية المباريات في حال وجود طرفين لاعبين او اكتر، ويكون لكل منهم مجموعة من الخطط بحيث سيحاول كل طرف اختيار افضل الخطط اللي ستحقق له اقصى قدر من المنفعة على حساب الطرف الاخر. ببساطة كده عندي نظرية المباراة بتكون عندي في شكل مصفوفة. المصفوفة دي فيها صفوف وأعمدة، في الصفوف دي بتمثل لي خطط. الخطط دي يا ولاد بتكون بتخص اللاعب الأولاني وليكن اللاعب ألف، وعندي الأعمدة في المصفوفة بتمثل لي هي خطط اللاعب ب اللي هو اللاعب التاني. أنا المفروض كل واحد من دول بيختار أنسب خطة بحيث إن هي تحقق له أقصى قدر من المنفعة، فبالتالي بقول عندي لاعبين أو أكتر، كل واحد بيبقى عنده خطط. الخطط دي بيختار منها واحدة بتكون بتحقق له أكبر قدر من الإيه؟ من المنفعة. بالنسبة أنا لعدد اللعيبة عندي في نظرية المباراة في المنهج هنا، أنا فقط بنقتصر على 2 من اللعيبة، في اللاعب الأولاني واللاعب التاني. هو في الحياة العملية بيبقى فيه أكتر من 2، إنما في المنهج عندي سواء في حاجة اسمها استراتيجية الواحدة أو المختلطة تقتصر على لاعبين فقط، وزي ما هنشوف مع بعض في التمارين. عندي أمثلة على نظرية المباريات في الحياة العملية، هتلاقي بيقول لي مثلا زي كده في حالة الحملات الإعلانية على منتجات شركات منافسة. أنا عندي كده مثلا وليكن شركة سين وصاد، برضو كل واحدة فيها عندها خطط، كل واحدة بتختار أنسب خطة تناسبها بحيث تحقق أكبر قدر من الإيه؟ المنافع، وبالتالي بتختار الخطط دي بتمثل الحملات الإعلانية اللي بتستخدمها عشان تعمل زيادة في معدلات الربح أو معدلات المبيعات بتاعتها. بالنسبة لي أنا في مثال تاني، في حالة وضع الخطط الحربية في معركة جيوش العدو، برضو نفس الشيء بيقول لي في برضو كل طرف من الطرفين بيبقى عنده خطط معينة، بيختار أنسب الخطط اللي تحقق له أكبر قدر من إيه يا ولاد؟ من المنفعة، على حساب مين؟ على حساب الطرف الآخر. تمام، تعالى بقى بعد كده ننقل لجزئية تانية، ايه اهم المصطلحات اللي انا لازم ابقى عارفها في نظرية المباريات؟ اول حاجة مباريات ذات مجموع صفر. يعني ايه يا ولاد؟ بيقول لي اي ان مجموع الارباح والخسائر في نهاية المباراة بيساوي صفر، بمعنى اخر ان مكسب الطرف الاول بيكون مساوي لخسارة الطرف الاخر. يعني انا مثلا لو قلت الاولاني كسب مثلا حوالي 60 وحدة، التاني خسر مثلا 60 وحدة، فبالتالي لما بجيب المجموع المباراة على بعضه بقول إن اللي كسبه ده خسره الآخر، فبالتالي قيمة العائد بتاع مجموع المباراة نفسه بيبقى إيه؟ صفر. ليه؟ واحد حقق مكسب وواحد حقق خسارة، نفس القيمة هنا هي نفس القيمة هنا. تمام كده؟ تاني حاجة بعد كده مصفوفة العوائد. بيقول لي مصفوفة العوائد دي بتسمى المصفوفة باسم اللاعب اللي بيكون معاه خطط صفوف. يعني بمعنى أصح، أنا زي ما قلت لحضراتكم إن أنا عندي لاعب الصفوف هو لاعب المكاسب ولاعب العوائد، فمصفوفة العوائد بتسمى المصفوفة اللي بتحتوي على العوائد الخاصة باللاعب الذي تمثل الصفوف خططه أو استراتيجياته المختلفة. هنشوف في المثال إزاي عندي صفوف وإزاي إن اللاعب الأول هو لاعب المكاسب ولاعب العوائد. الاستراتيجية الواحدة بيقول لي تسمى المباراة بذات الاستراتيجية الواحدة إذا وجد عندي عنصر في مصفوفة المباراة بحيث يكون أصغر عنصر في الصف هو في نفس الوقت أكبر عنصر في العمود الذي يقع به، ويسمى ذلك العنصر بنقطة الحل المشترك أو قيمة المباراة، بالإضافة إن اللاعب سوف يستخدم استراتيجية واحدة طول وقت المباراة. انتوا حضراتكم لما تيجوا تشوفوا معايا دلوقتي، احنا داخلين على المثال على طول، هتلاقي عندي ايه؟ مجموعة صفوف. اما بيجي عندي صف بيكون فيه مثلا 3 قيم، ولتكن مثلا الـ3 قيم دول 3 2 1، وفي نفس الوقت
في عندي في العمود طلع عندي، فعندي هنا في الصف أقل قيمة كام؟ هي الواحد. في العمود طلع عندي مثلا طلع عندي قيمتين، فعندي في العمود ده القيمة واحد ديت اللي هي موجودة بتعتبر أقل قيمة في الصف، ومعاها قيمة كمان اللي هي وليكن مثلا سالب اتنين. فبقول إن القيمة واحد هي أعلى قيمة في الصف، وفي نفس أقل قيمة في الصف، وفي نفس الوقت هي أعلى قيمة في العمود. لما بلاقي في نقطة مشتركة في الصف مع العمود بقول إن الإيه، إن الاستراتيجية دي، المسألة دي ليها استراتيجية واحدة، أو ليها بمعنى صح نقطة حل إيه، نقطة حل مشتركة. هيتضح معايا المثال الرقمي وهيبان الجزئية دي كويس أوي. طيب، وبيقول لي كمان إن اللاعب في المباراة بيكون ليه إن هو يختار استراتيجية واحدة طول وقت المباراة. تمام كده. تعال نشوف بعد كده الاستراتيجية المختلطة. بيقولي تحدث عندما يختار اللاعب اتباع استراتيجيين، بما انها اسمها مختلطة يبقى الواحد ما بيقتصرش على ايه، على استراتيجية واحدة. الواحد بياخد جزء من الخطة الاولى يشتغل عليه جزء من المباراة، ويروح مكمل بقية المباراة بالخطة التانية. طب ده يا ترى بنسبة قد ايه، او باحتمال قد ايه؟ بدي رمز كده، احتمال حاه واحد بالنسبة للوقت، الجزء الأول من زمن المباراة المخصص لمين؟ الاستراتيجية الأولى. أهو بيقول لي إيه، وباحتمالات محددة لكل استراتيجية، حاه واحد للاستراتيجية الأولى وحاه اتنين للاستراتيجية التانية، وبحيث يكون مجموع الاحتمالين، طبعا أنا عارف الحكاية دي، مجموعهم بيساوي إيه؟ بيساوي واحد. صحيح. نتنقل للسلايد اللي بعد كده. أدي عندي كده، أدي المصفوفة. المصفوفة من الواضح إنها كام في كام؟ من الواضح إنها 3 صفوف في عمودين. اللاعب الأولاني هو لاعب الصفوف، واللاعب التاني هو لاعب الأعمدة. ده عنده خطتين اللي هو بتاع الأعمدة، وده عنده 3 صفوف اللي هو لاعب مين؟ اللاعب الأولاني اللي هو اللاعب ألف، وبتاع الأعمدة اسمه اللاعب ب. لاعب الصفوف بسميه لاعب العوائد أو المكاسب، لاعب الأعمدة اسمه لاعب الإيه؟ الخسائر. جميل قوي. انا المفروض عايزه اشوف هل يا ترى التمرين ده ليه استراتيجيه واحده ام لا، ده حاجه، واشوف كل واحد هيختار انهي خطه افضل له، وهشوف ايه هي قيمه المباراه. تعالوا نشوف مع بعض الحل. الحل بيشوف يا جماعه وتوصلت ليه ازاي. بيقول لي ادي الاستراتيجيه الاولى او الخطه الاولى بالنسبه للاعب اللي هو الف لاعب الصفوف، بيتم اختيار اقل قيمه على مستوى كل صف. فأقل قيمة عندنا كام يا ولاد هنا؟ 20. وأقل قيمة في الخطة التانية أو الصف التاني كام؟ 80. وأقل قيمة في الخطة التالتة أو الاستراتيجية التالتة بالنسبة للاعب ألف اللي هو لاعب الصفوف عبارة عن كام؟ -60. جميل أوي. تعالى بعد كده نشوف على مستوى ال3 أرقام اللي أنا توصلت ليهم دول على مستوى الصفوف، أعلى قيمة أو أعلى عائد عندي في الـ3 كام؟ 80. 80 ده معناه إيه؟ معناها إن اللاعب بتاع الصفوف اللي هو اللاعب ألف هيختار أنهي خطة؟ يختار الخطة التانية. فأنا هنا بسمي اختياري للـ80 بعد ما اخترت أقل حاجة في كل صف اسمه أكبر القيم الصغرى في الصف، يعني بعد ما خدت القيم الصغرى للصف ابتديت أخد أعلى القيم الـ3 دول اللي هو 80. تعال نشوف بالنسبة للاعب الأعمدة اللي هو لاعب الخسائر. بيقول لي عندي خطتين، الخطة الأولى وأدي الخطة التانية اللي هو اللاعب ب. بيقول لي عندي هنا بختار أعلى قيمة عندي 140 وأعلى قيمة هنا 80، فبالتالي بعد ما باخد أعلى قيمتين ببتدي أخد أقل قيمة في إيه؟ في الإيه؟ في القيم بتاعة العمودة الأعمدة اللي هو بتاعة الخسائر. فبيقول لي بختار أقل القيم الكبرى في العمود. يعني إيه؟ يعني إحنا جبنا القيم الكبرى بالنسبة للعمود الأولاني 140 وهنا العمود التاني 80، وبعد كده أختار أقلهم قيمة. هلاحظ حاجة قبل ما أتنقل للتعليق عن الحل. هلاحظ هنا حضراتكم الآتي، هتلاقي إن عندي قيمة اللي هي 80 ظهرت هنا وظهرت هنا. ده معناه إيه؟ بلاقي عندي هنا إن الـ80 دي تفتكر، لو انا لسه قايل اهو في الشريحه اللي فاتت ان الاستراتيجيه الاولى الاستراتيجيه الواحده هي اللي بيكون فيها صف
بيكون في عنصر أقل قيمة في الصف، يبقى 80 أقل من 140، وفي نفس الوقت بيبقى نفس الرقم ده اللي هو 80 أعلى رقم فين؟ في العمود. فلما بلاقي رقم أقل رقم في الصف في نفس الوقت نفس الصف ده هو الرقم ده برضو بيكون أعلى رقم في العمود، فبقول إن المباراة دي ليها استراتيجية واحدة. تمام كده؟ في المثال اللي جاي مش هلاقي ده يحصل، هلاقي إن مفيش نقطة حل مشتركة زي ما حصل هنا. هنا في نقطة حل مشتركة ما بين الصف وما بين العمود اللي هي كام؟ 80. وفي نفس الوقت بسمي إن 80 دي اسمها قيمة المباراة. تعالوا نشوف التعليق على الحل. بنلاحظ إن أكبر القيم الصغرى في الصفوف اللي أنا توصلت ليها 80، وهو أقل القيم الكبرى بالأعمدة برضو 80، يعني ده بيساوي ده. نستنتج من ذلك إن هذه المباراة ذات استراتيجية واحدة. ليه؟ عشان ليها نقطة حل مشتركة. العنصر 80 أقل حاجة في الصف طلع هو نفس العنصر أعلى حاجة في العمود، ويختار لاعب الصفوف زي ما قلنا الخطة التانية ليحقق أعلى قدر من المكسب قدره 80 وحدة، ويختار لاعب الأعمدة العمود اللي هو التاني اللي هو الخطة التانية ليحقق خسارة قدرها 80 وحدة، وتكون قيمة المباراة برضه هي كام؟ هي قيمة الحل المشترك اللي هي 80. تعالوا نشوف تمرين تاني. في مثال تاني بيقول لي إذا كان لدينا اللاعب ألف يمثل برضو الصفوف واللاعب ب يمثل الأعمدة، يبقى أنا لما يجي هبقى محدد لك إن لاعب الصفوف ده كان ألف ولا ب، وهبقى محدد لك هقول لك إن هو بتاع الصف ولا بتاع العمود، وهبقى أسألك على 3 حاجات. أول حاجة أقول لك المسألة دي استراتيجية واحدة أم لا؟ طيب لو طلع كده حدد لي إيه هو الاختيار الأمثل لكل واحد، ويا ترى ايه هي كمان قيمة المباراة. هلاحظ هنا ان اللاعب الف عنده كم خطة يا ولاد؟ عنده 2، الصف الاول والصف التاني. اللاعب ب عنده كم خطة؟ عنده 3 خطط، 1 2 3 اللي هي 3 اعمدة، لاعب الصفوف هو لاعب المكسب، لاعب الاعمدة ولاعب الخسائر. تعالوا مع بعض ازاي نحل التمرين دوت. تعالوا ننفذ الخطوات. هيطلع عندي هنا بالنسبة للاعب الصفوف هاخد أقل قيمة زي ما عملنا المرة اللي فاتت، فهنا يطلع -1، أقل قيمة هنا يطلع -1، باخد أعلى القيمتين اللي هو -1 يبقى أكبر القيم الصغرى، خدت الصغرى على مستوى الصفوف وبعد كده طلع عندي قيمتين أخد إيه؟ أخد إيه أعلاها. بعد كده بالنسبة للأعمدة أخد عندي أعلى قيمة 4، أعلى قيمة 2، أعلى قيمة 3، أخد مين؟ أخد أقل قيمة. الله، طب ده حصل هنا ان مفيش نقطة حل مشتركة. ليه بقى؟ طلع عندي 2 و1، هناك كان عندي 80 و80. صحيح، ده طلع عندي انا هنا ان الاتنين دي هي صحيح اقل رقم فين؟ اقل رقم فين يا ولاد؟ اقل رقم في، عفوا، هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اعلى رقم في العمود، طلعت أعلى رقم في العمود، لكن مش أقل رقم فين؟ في الصف. ليه يا دكتور؟ عشان هنا في عندي 1 أقل من الاتنين، فبالتالي ما فيش هنا نقطة حل إيه؟ حل مشترك. عارفين يا ولاد لو كانت الاتنين دي هنا كده 3 وهنا 2 وهنا مثلا 5، فبالتالي كنت هكتب هنا 2، فيصبح في 2 عنصر إيه؟ حل نقطة حل مشترك، لكن للأسف ده ما حصلش. فاللي حصل ان النقطة دي ما طلعتش اعلى نقطة، اقل نقطة في الصف واعلى نقطة ايه؟ عفوا، اقل نقطة في الصف ما طلعتش 2، طلعت 1، لكن صحيح هي اعلى نقطة في العمود. فبالتالي برد على نفسي بقول ايه بقى؟ نلاحظ ان اكبر القيم الصغرى بالصفوف اللي هي مين؟ 1، لا تساوي اقل القيم الكبرى في مين؟ في الاعمدة. 1 غير 2، أي أن هذه المباراة ليست ذات إيه؟ استراتيجية واحدة، وبالتالي لا توجد نقطة حل إيه؟ مشتركة. طبعا ما ينفعش إن فين نقول إيه؟ نقطة حل مشترك، زي هناك قلت إن قيمة المباراة هي نقطة الحل المشترك اللي طلعت كام يا ولاد؟ اللي طلعت إنها 80. تعالوا ناخد مثال تالت يثبت الفكرة بتاعت الاستراتيجية الواحدة، وإيه؟ في استراتيجية واحدة ولا مفيش؟ نشوف المثال التالت.
تاني نفس الكلام بيقول لي مثال: إذا كان لدينا اللاعب ألف يمثل الصفوف واللاعب ب يمثل الأعمدة، بين ما إذا كانت عايز 3 حاجات: هل الاستراتيجية دي في المباراة هي ذات استراتيجية واحدة ولا لأ؟ تاني، يا ترى إيه الاختيار الأمثل لكل من لاعب الصفوف ولاعب الأعمدة؟ ويا ترى برضو إيه هي قيمة المباراة؟ برضو عندي خطتين للاعب الأولاني اللاعب ألف، وعندي 3 خطط للاعب ب اللي هو لاعب الأعمدة. تعالوا نشوف مع بعض حل التمرين. بيقول لي كده: 4 سالب 1 2 5 سالب 2 سالب 3. اتفقنا لاعب الصفوف لاعب المفروض اللي هو العوائد أو المكاسب، باخد هنا أقل رقم في كل صف يطلع -1، وهنا يطلع -3، وبعد كده اخد أعلى الرقمين. طبعا -1 هنا أعلى من -3، اوعى يكون مش عارفين. أكيد كل ما الرقم قرب من الصفر كل ما بيكون رقم أعلى من الرقم التاني اللي هو اللي بعده. نيجي هنا برضو، خلاص اخترنا أقل أرقام في الصفوف فأعلى رقم في الرقمين دول هو -1. تعالى بقى على مستوى لاعب الأعمدة اللاعب ب، ناخد أعلى الأرقام 5، وهنا -1، وهنا كام؟ -2. لو جيت حبيت أبص كده هلاقي -1 و -1، في نقطة حل مشترك ولا مفيش؟ في نقطة حل مشترك. طب يا ترى الرقم ده -1 هو أقل رقم في الصف؟ يا دكتور أقل رقم في الصف. وهل في نفس الوقت أقل رقم أعلى رقم في العمود؟ يا دكتور أعلى رقم في العمود. يبقى هنا في استراتيجية واحدة. لا مفيش، فعلا في حل مشترك وفي استراتيجية واحدة. جميل، فبنعلق مع بعض بنقول: نلاحظ أن أكبر القيم الصغرى بالصفوف -1 يساوي أقل القيم الكبرى بالأعمدة اللي هو برضه -1، أي أن هذه المباراة ذات استراتيجية واحدة. ويختار اللاعب ألف، هيختار إيه اللاعب ألف يا أولاد؟ الصف الأولاني. طب وبالنسبة للاعب ب هيختار إيه؟ العمود التاني. تمام كده، وهتكون قيمة المباراة هو الرقم الإيه اللي هو عنده نقطة الحل المشتركة، هيطلع بيساوي إيه؟ -1. هو هيبقى مكسب المرة دي للاعب مين؟ للاعب ب. وخسارة مين؟ خسارة للاعب ألف. أتمنى إن شاء الله تكون الأمثلة اتشرحت بفكرة بسيطة، وبإذن الله المرة القادمة هنكمل مع بعض، هناخد النوع التاني من الاستراتيجيات اللي هو الاستراتيجية المختلطة. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.